شركة شنايدر. مواصفات محول التيار، أخذنا في النموذج من نيمة بليت خاصة بمحول التيار من صنع شركة شنايدر. هذا اللوحة مثل ما تلاحظون مأخوذة من أحد مستندات الشركة، صورة مستقطعة يشرح بها في التفاصيل الموجودة على اللوحة. وهذه اللوحات لمحولات موجودة في موقع في حقل صابون ل 6.6 و 33 سويتش جير، قواطع دورة 6.6 و 33 كيلو. مواصفات محول التيار من شركة شنايدر، جبنا نيم ليت وحدة من عندهن وراح نشرح عليها التفاصيل مالتها. عندي هاي النيم بليت الخاصة بالشركة. أول رمز، هذا الرمز خاص بمحولات الإنتاج، يعني من هاي الشركة، باعتبار أنه ترمز كل شركة ترمز منتجاتها برمز معين لها فد مواصفات معينة. الرقم التسلسلي للمنتج مثل ما تلاحظون، هذا الرقم التسلسلي للمنتج أسفل من عنده. التردد، سبعة بوينت 20 60 كي في. هاي الفولتيات، شنو هاي الفولتيات؟ كل فولتية راح نسولف عنها شوية. الفولتية الأولى اللي هي 7.2 كي في، تعتبر هاي الفولتية ريتد برايمري فولتج. يعني شنو؟ يعني فولتية العمل من جهة الابتدائي فولت. زين، هو الباص بار 6.6، ليش هي 7.2 كي في؟ هي دائما أعلى من الجهد الطبيعي للعمل حتى تتحمل الزيادة المفاجئة في الفولتية بأثناء العمل. يعني مرات تصير زيادة مفاجئة على ما تفعل الحمايات، على ما يفصل القاطع كذا، الفي تي المفروض تتحمل هاي الفولتية. هل هذا الرقم اعتباطي؟ لا. توحيد المواصفات بين المصنعين حسب الاي اي سي، حسب الستاندرات البقية، حسب كل شركة عالية من تصنع. يعني عندهم في الجدول من شركة شنايدر طبعا، يقول لك إذا ريتد يعني من 3.3 إلى 6.6، إحنا نصنع إلى 7.2 كي في، من 6 إلى 11 12 كي في، من 10 إلى 20 17.5 إلى 15 17.5، من 15 إلى 30 24، من 22 إلى 33 36 كي في. هاي الريتد، الفولتية الريتد من جهة البرايمري. الرقم الثاني اللي هذا 20، شنو هذا الرقم العشرين؟ 20 كي بي، هذا الريتد باور فريكوانسي وذ ستاند فولتج، أعلى جهد عزل تتحمله المحولة عند تردد 50 هرتز لمدة دقيقة واحدة حسب الجدول. والتصنيع مثل ما شفنا الريتد شلون منطينها فد رينجات للتصنيع، ايضا هذا اعلى جهد العزل، هم اكو رينجات مثل ما تلاحظون. اذا 7.2 يصنعون له 20 اعلى جهد، اذا 12 يصنعون له 28، اذا 17 يصنعون له 38، وهكذا 24 50 36 70. هذا هم خاص بشركة شنايدر. زين، الرقم الآخر 60 أنبص وذ ستاند فولتج، أعلى جهد عزل تتحمله المحولة عند الصواعق، عند الارتفاع المفاجئ اللحظي اللي يصير عند غلق القاطع وعند فتح القاطع، مرات يصير تغييرات في الفولتية لازم أيضا تتحملها السي تي. أيضا الشركات هم عندها رنجات في هذا التصنيع حسب
إذا 7.2 تصنع لـ60، 12 75 وهكذا. إلها فد معادلة خاصة تعتمدها تنطيك هاي الأرقام اللي موجودة. ومثل ما تلاحظون هذا الريتد وهاي الفولتية الأب. المواصفة الأخرى اللي راح نتكلم عنها الآي ثيرمال والآي دايناميك. أكو تيارات الآي ثيرمال اللي هنا عندنا 31.5 كيلو أمبير، احنا نسميها آي شورت سيركت، هي الريتد شورت تايم ثيرمال كرنت. يعني شنو؟ أعلى تيار أطل آر أم إس تتحمله المحولة لمدة ثانية واحدة ولا تتأثر بالحرارة الناتجة عنه. لكي نتمكن من اختيار قيمة قياسية لهذا التيار يمكن الاستفادة من ملاحظات شركة شنايدر أدنى. شو يقول شركة شنايدر؟ يقول أنا ما اختار هاي القيمة اعتبارا، لازم أقسم الآي أعتمد على هذا المعامل الكي اس آي. الكي اس اي لازم هاي معادلة الاي ثيرمال اللي راح اختارها على الاي ريتد من جهة البرايمري اقسمها، اذا طلعت اقل من 100 هاي قيمة ستاندر اقدر انا اصنع عليها، اذا طلعت بين 100 و 300 يعني هاي بيها صعوبة تحتاج مواصفات خاصة، اذا بين 100 و 400 جدا صعبة مواصفات محددة وهكذا. طبعا كل ما زيد حجم المواصفة، مثلا اذا انا طلبت اي ثيرمال عالي جدا راح يزيد حجم الكور وحجم المقطع الملف الابتدائي والملف الثاني، وراح يزيد القلب مال، راح يزيد حجم العزل، بالتالي لازم تغير بالكيوبك مال السويجير، يعني تتبعها هواي شغلات، وتكون هذه المعدة مصنعة بشكل خاص اليك حتى مستقبلا من تريد تحصل عليها مثل ما تقول يعني مادة احتياطية، يعني هم تواجه صعوبة. فقيم ستاندر هي تقدر تعتمد عليها وهي آمنة. يعني اي دايناميك 79 كيلو امبير، الاي دايناميك الريتد دايناميك كرنت 79 كيلو امبير، اعظم قيمة لتيار العطل الذي تتحمله المحولة دون حدوث تلف كهربائي وميكانيكي بسبب القوة الكهرومغناطيسية الناتجة. يعني ارتفاع مفاجئ بالتيار قد يحدث، قلب الحديدي متكون من صفائح، يكون هذا التيار هم تتحمل الملفات وهم يتحمل القلب، ما يصير به فشل او يعني احنا نقول عطل ميكانيكي يعني دمار للقلب الحديدي او دمار للعازل. بعد ايش عندي المواصفات؟ المواصفات عندي هنا نسبة التحويل تيرن ريشيو 1:1. طبعا نسبة التحويل تختلف من محولة الى محولة حسب الحاجة وحسب مكان السيتي بالانكمار، لازم يكون تيار عالي يتحمل جميع القواطع، السيتي للفيدر تتبع المعدة، إذا ماطور قد حمل الماطور، إذا محولة قد حمل المحولة، لأن السيتي إذا قيمة عالية مرات ما تتحسس القيم بالبروتكشن، القيم البسيطة ما يتحسسها، أو أنا بالنسبة للريتد ما أحققه. يعني شلون؟ يعني نسبة عندي نسبة التحويل، يعني عندي إذا ماطور مثلا يسحب 50 أمبير وانا جايب لسيتي مثلا 200، زين هذه هاي النسبة نسبة التحويل تيري الريشيو 1:1. الملف الثانوي 1S1 1S2 1S1 1S2، هذا الملف ملف القياس. شلون عرفته؟ اول شيء الار سي تي 4.3 اوم اللي
يعني مقاومة ملفه أقل من مقاومة الملف الثاني اللي أكبر من عنده. بما أنه أكبر من عنده إذا المال بروتكشن إذا مقاومته أعلى، هاي أول مواصفة. الشغلة الثانية من الكلاس أقدر أعرفها. البوينت اثنين، بوينت اثنين هاي خاصة بالقياس. الخمسة بي، بي يعني بيها بروتكشن، 5 بي يعني ملف البروتكشن. ملف البروتكشن نسبة تحويل ألف إلى واحد أيضا، 2S1 2S2، حتى من أجي أربط أو أجي أفحص هذا الترميز خاص بالملف الحماية. المقاومة مالته 6.5 أوم، منطيني إياها هنا. تفيدني هاي العملية بالفحص مستقبلية، الفحص الفحوص قبل التشغيل. الاي اي سي المحتمل بتصنيع هاي المحولة هو هذا 644.1 اي اي سي. من نروح له هسه، من موجود انا عندي، من دخلت عليه موصف لكل هاي المواصفات وشين الرينجات ماله. اهم مواصفات تقريبا عندي الفولت امبير، يعني اكيورسي باور فولت امبير، او ما يسمى بالبيردن. الاكيورسي باور هو اعلى حمل، اعلى قدرة تستطيع المحولة تحملها من جهة الملف الثانوي. معدل قدرة المحول التيار يعطى بدلالة الفولتية والتيار، ومنها يمكن معرفة أقصى عبء بيردن يمكن توصيله على المحول لأجهزة القياس أو الحماية. أقصى عبء البيردن راح أشرحه إن شاء الله ورا ما أخلص النيم بليت. أجل المواصفة الثانية كلاس أكيورسي، كلاس كلاس 5 بي أو كلاس 0.2. شو يقصد به الكلاس؟ يقصد به دقة القياس وتحديد نسبة الخطأ في القراءة لأجهزة القياس أو الحماية. وهذه بعض الأرقام والرموز الذي يحدد نوع المحول. يعني أنا من أريد محولة أجي مثلا أيضا ملفات شنايدر اللي توصف لي المحولات وأنواعها، أجي الكيورسي كلاس يقول لي الميترينج الكلاس من 0.1 الى 0.5، يعني نسبة الخطأ مالته مثلا 0.1 يعني من 0.1 يعني تضربها في 100 يصير 0.1 يعني يصير 1 بالالف 5 بالالف. السويتش بورد ميتر، الاميترات اللي تصير على ابواب مال قواطع الدورة من نص الى 1. الاوفر كرنت البروتكشن كلاس 5B وكو 10B ايضا. الديفرنشال بروتكشن يحتاج محول اكثر دقة يسمونه بي اكس. والزيرو سيكونس بروتكشن يقدر 5B. ومحولات المجرنج المختبرية يقول من كذا الى كذا، من 0.1 الى 0.2. العدادات، السويتش بورد هو هم مصنف لها تصنيف اخر. هاي الكيورسي كلاس او الكلاس ما يسمى بالكلاس، الكلاس هذا هنا انا مطيني 0.2 عرفته. عندي بعد وصف، الوصف الاخر ما يسمى بالسيفتي فاكتور. سيفتي فاكتور بالنسبة لمحولات القياس، ويسمى اكيورسي ليميت فاكتور بالنسبة لمحولات الحماية. السيفتي فاكتور وهو معامل الحماية لأجهزة القياس، ويحدد قيمة التيار عند تيار العطل الكبير بإيصال المحول لحالة تشبع، وبهذا يحمي أجهزة القياس الدقيقة. يعني شلون؟ يعني أنا عندي المحولة مالت القياس تعطيني الحمل العادي اللي أقصى شيء يوصل إلى مثلا أعلى قيمة بالنسبة للسيتي 1000، فيعطيني 1 أمبير من جهة الملف الثانوي، تتحملها أجهزة القياس الدقيقة في 1 أمبير. زين إذا صار بحالة العطل 2000 أو 3000 أو 1500 وصعد هذا التيار،
فاكو معامل سي اف تي فاكتور بالنسبه لمن؟ بالنسبه لهذا المحول. محول القياس يكون الملف ماله صغير، اصغر من ملف الحمايه، يعني القلب مالته اصغر. يعني في حاله العطل راح تصير الني بوينت مالته قليله مثل ما شرحنا سابقا، يعني راح يوصل لحاله التشبع في التيارات العاليه بشكل سريع، وهذا ايش راح يؤدي الى تيار الثانوي صفر او قليل جدا. فراح يكون كمعامل حمايه المن لاجهزه القياس الدقيقه. زين، هذا المعامل الحمايه هم الى ارقام، هنا منطينيها 5، يعني 5 اضعاف التيار يقدر يتحملها جهاز القياس. بالنسبه لاجهزه الحمايه الاكيورسي ليميت فاكتور رقم 10، معامل يبين عدد مضاعفات التيار التي يمكن المحول توفيرها اثناء العطل مع المحافظه على الدقه. يعني محاولتي الف الاكيورسي ليميت فاكتور 10، 10 في الف 10000، يعني 10000 امبير تيار العطل، والمحوله الحمايه محافظه على دقتها، دقه القياس مالتها دون الوصول الى حاله التشبع. بقى عندي البردن. البردن شنو البردن؟ المفروض انا اشرح قبل النيمليت، فراح نشرح البردن. ما هو مصطلح البردن؟